هلا ذهب وكأن في خواتم كثيرة هي. وكأني أخذت خاتم ولبسته يا شيخ هي. وكأن يا شيخ بابا ما أخذ لي سوارة وكان مكتوب عليها اسم الله وكان يباني ألبسها بس قلت لا أنا ما أبغى السوارة بس كأني لبست الخاتم وانت هالمنام أنت عزباء يا نورا. أيوة نعم. أيوة حد يتقدم لك الآن؟ لا الآن لا إن شاء الله حد بيتقدم لك من صوب الوالد وتطلعين تشترين الذهب وتلبسين الخاتم بعد. جزاك الله خير. يا الله لا يحرمك هالابتسامة. قول يا أمين. آمين إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا من معي. نعم.